وبهاي المزرعة لازم أورجيكم كيف بيعمل أبو جواد الزر من الألف للياء. إشي بسيط، إشي بشهي، ورح يكون فيه مفاجأة بالزرب. خليكم معاي، أنا تيمور موج بشيف مان دبي. شيف مان الله عليكم. اليوم أجيناكم من يوم جميل هون بدبي بحلقة شيف مان، وحاب أعرفكم على صاحبي وأخوي وحبيبي رعد الزعبي. لما عرف أني أنا هون حكى معاي وقال لي تيمور لازم أخذك على هالمزرعة. هاي المزرعة فيها أحصنة وفيها زرب. وهلا بس اعرفكم على رعد، راح يخبرني اكثر ليش انت قررت يا رعد تجيبني هون على هالمزرعه الحلوه الكبيره بدبي. هلا بالشيف تيمور حبيبي، نورت الامارات حبيبي. صراحه المزرعه هون يعني لها قصه كثير ممتعه، وانا بهمني اني احكي لك اياها. احنا كنا دائما نطلع مع ابو جواد نروح على الصحراء، نروح على اماكن نعمل فيها الزرب. أوكي. وشجعنا أكثر من مرة يا أبو جواد، الكل عم بطلب، الكل عم بيحاول يحكي لك يلا اعمل مشروع اعمل مشروع. بالفعل والله من 3 سنوات عمل هاي المزرعة ما شاء الله عنه، والأوردرات قاعد عم بتزيد كل مالها أكثر وأكثر بالخلطة تبعت الأكل تبعته. نعم، وأنا كثير كثير مبسوط أنك موجود هون، رح تشوف شو اللي رح. أنا مبسوط كثير فيك حبيبي. طيب خليني هلا اعرفكم على ابو جواد صاحب هاي المزرعه وصاحبه فكره زرب اكسبرس. اخذكم لفه فيها، اورجيكم ايش المكونات اللي بستعملها بالزرب هون بدبي. خليكم معي، انا تيمور موج شيف مان دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد شادي، عم ابو جواد كيفك، شو اخبارك؟ الله يخليك. كيف الصحة؟ انا رعد. بحب اعرفكم على العم ابو جواد، هو صاحب المزرعة الحلوة هاي اللي فيها احصنة طبعا، وفيها طبعا برضو انواع تانية من الحيوانات، وطبعا غني عن التعريف سيد شادي صديقي. انت على طول يعني ما عندك مزح؟ لا ابدا، على السريع عجل. يعني دخلت على الجد، يعني انا لما حكينا معاك قلنا لك بدنا نشوف الوصفه. اها، وانت مجهز لي وعامل لي واحده اوريدي. لازم، ما هي بدها وقت، بدها وقت، يعني بدها وقت. مينيمم 3 تو 4 اورز يعني. والله على راسي. اول شيء عم ابو جواد انا تشرفت فيك وبشكرك يعني على الاستضافه الحلوه. شرف لنا حبيبي. وسمعنا والله رعد يعني قال لي عنها كثير، انه انت بلشت بالصحراء كنت تطلعوا طلعات شباب وتعمل انت الزرب. نعم مزبوط. بعدين صار يطلب منك وحولتها هلا لشغل عندك. نعم، وانا جدا سعيد ومتحمس مس اشوف شو بدك تطلع لنا اليوم. الذهب من الحفرة. يطلع الذهب 100%. طبعا كل شيء بشكل طبيعي، يعني حطب بدون فحم. لازم يكون جوا في طوب حراري يحفظ الحراره طبعا، وهذا طريقه التسكير هاي مشان ما يصير اي تنفيس للحفره. لازم، لانه اذا نفست بتضل النار شاعله. حلو. واذا ظلت النار شاعله بينحرق الاكل 100%. فالسر في الموضوع انه يستوي على حراره الحفره من داخل فقط. صحيح. يعني بس انت شو عامل لنا اليوم؟ اليوم عامل لك خروف محشي ورق عنب وكوسه. يا حبيبي. لا احنا ما اتفقناش هيك عم ابو. ما عندناش مفاجاه. هاي مفاجاه. احنا اليوم يعني المفروض نحكي عن يعني زرب العادي، قطع اللحم العاديه يعني مع الخضار. موجود برضه موجود. بس انت حاطط لي كمان ورق دوالي وحاطط لي. لا، في كمان خرفان مقطع. يا حبيبي ما كل ثمن خرفان. طبعا هاي بتاخذ ثمن خرفان هاي الحفره. ما شاء الله. طبعا كل زبون حسب رغبته وطلبه، في ناس بحب المقطع، في ناس كامل، في ناس نص. لازم انا وياك نشيلها يا رعد. هسه بنشيل اللي من جوا اذا بدك. نشيل اللي من جوا هلا انا وياك. طب جواد نقدر نشيل انا وتيمور اللي من جوا؟ طبعا لازم. ما شاء الله ما شاء الله. هاي الطبقه الاولى بتكون دجاج. ايوه. وتحتها طبقات اللحم، وبالطبقه الاخيره الرز. طبقات المجتمع كلها موجوده. ايوه. كله بنقطع الثاني طبعا، كله على الرز بالنهايه. يلا
قول يا رب. ايه ثقيل يا تعال 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 شو تعال تعال يلا 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 مستحيل لا 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 مستحيل يا خرفان ورز يا زلمه يلا 40 كيلو لا أكثر. شو 40 انا وياك حط ايدنا هنا والله هاي فيها 100 بعض هاي واحد حبيبي اثنين ثلاث يلا واحد اثنين انا ما في حيل الله بسم الله بسم الله بس طب ما شاء الله دجاج خروف خروفين صح؟ آه ثلاث خرفان فيه أربعة شوف الرز الرز هذا الاختراع الرز طيب يا جماعة هلا احنا زي ما انتم شايفين طلعنا يعني بناية زرب مش زرب بناية برج مكون من أكثر من نكهة راح نروح نصور كيف عم أبو جواد بيعمل وصفته الجميلة بزرب بزرب إكسبرس خليكم معي وهيك يا جماعة دخلنا على المطبخ عند عم أبو جواد علشان يورجينا كيف طريقة الزرب اللي هو بيعملها وبالأخص إيش الوصفة اللي بيستخدمها لأنه في كتير ناس عم أبو جواد بيعملوا كل واحد على طريقته الخاصة وأنا بتشكرك أنك عم تورجينا هاي الطريقة الله يسعدك إيش أول شيء بنبدأ بالتتبيلة أوكي التتبيلة هي عبارة عن لبن أوكي بنحط عليه الملح فلفل أسود اللي هو البابريكا ايوه الزيت زنجبيل اوكي كركم بهارات مشكله ثوم قرفة طبعا نحركها تكون هلا التتبيله جاهزه وهلا بنجيب اللحم وبنتبله يلا يلا اعطونا اللحمه يا جماعه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله اوكي مساج لازم بالاخير مساج اكيد كل ما دللت اللحمه كل ما دللتك بالطعم ما شاء الله انا حبيت الفكره انه انت عندك كل شيء من ارضك يعني من ارضك الدبايح نعم. من ارضك الاكل من ارضك كل هاي الشغلات حتى معظم الخضار مزروعه عندك تزرع عندك ايش تزرع عندك خضار مزروعه نزرع بقدونس ما شاء الله. جرجير ملوخيه بطاطا بندوره يا سلام نعناع خس بس انت بالاساس انت بتحب الاحصنه يعني انت عندك مزرعه هاي هي احصنه من زمان 20 سنه يعني. تقريبا 20 سنه في صوت ايش اسمه هذا ليو ليو اسمه ها استنى شوي استنى وين انا امسك هاي بهاي صور 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 وين هون هاي دقيقة شوي بنطلون هذا قدام يلا يلا قال ستوب هاو يو ستوب هاو يو ستوب ها